وللحديث عن الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا لا سيما في شمال سوريا، ينضم إلينا عبر سكايب الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني. دكتور عبد الحميد، سلام الله عليكم. بداية، يعني إلى أي مدى كشفت هذه الأزمة التخاذل الدولي خاصة الغربي تجاه كارثة إنسانية بهذا الشكل في منطقة الشمال السوري المحرر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. يعني نقول بكل حزن وأسى أنها هي ليست الكارثة الأولى التي تتجاهلها هذه المجتمعات الغربية، ونقصد الأنظمة، طبعا الأنظمة الغربية تتجاهل الكثير من المآسي، الكوارث الإنسانية الطبيعية وغير الطبيعية التي حلت في بلادنا، تتجاهلها عن تعمد، ولا سيما في الشمال في سوريا ما حدثت فيه من مأساة منذ أكثر من عقد من الزمان، منذ أن بدأت الثورة السورية وما لحقها، ما لحق الشعب من مآسي كثيرة، من تهجير وتهديم مدن وقتل وغير ذلك، وحركة نزوح. وخلال السنوات الماضية أيضا حل بالشعب السوري كوارث طبيعية من فيضانات وبرد وغيرها، وكل ذلك والمجتمع الغربي أو المنظومة السياسية الغربية تتجاهل هذه الكوارث بشيء من التعمد، وذلك يدلل بشكل فاضح وواضح على حقيقة هؤلاء وكيف ينظرون إلى مجتمعاتنا. كل شعاراتهم التي يتبجحون أو يدعون بأنهم جاءوا أو يسعون للحفاظ عليها من حقوق إنسان ومساعدات إنسانية، فتطبيقاتهم على أرض الواقع تناقض ذلك، كما هم يناقضون العديد من الشعارات البراقة، ولكن أفعالهم تتناقض مع هذه الشعارات، ولا سيما في مناطقنا، لأنهم ينظرون إلى مناطقنا نظرة ازدواجية ويتعاملون تعاملا ازدواجيا على شتى الصعد. على ذكر التعامل الازدواجي وتناقض الغرب في التعاطي مع الأحداث العربية وأحداث منطقة الشرق الأوسط، دكتور عبد الحميد، إحجام الغرب عن تقديم المساعدة للشمال السوري هل يشير إلى خطأ ذي أبعاد كبيرة، بينما يستمر الدعم بالسلاح لإثارة الحرب ليس على مستوى المنطقة العربية ولكن على مستوى العالم ككل؟ لا، هو ليس بخطأ، وإنما هو عمل ممنهج، لأنهم مصلحتهم هي فوق مصلحة بقية الشعوب كلها. هؤلاء ينظرون إلى أو يقسمون العالم إلى عدة طبقات، فينظرون إلى بقية شعوب العالم ودولها نظرة فوقية استعلائية، ويتخذون من تلك الشعوب وأراضيهم وبلدانهم ساحة لتصفية الحسابات، أو ساحات لتجارب أسلحتهم، أو ساحة لامتصاص خيرات تلك البلاد. فهذا الأمر هو ليس خطأ، وإنما هو ضمن منهجهم في التعمد استهداف هذه الشعوب والتشفي بهذه الشعوب بما يحدث عندها من مآسي، وربما يزيدون تلك المآسي أكثر من خلال الحروب التي يفتعلونها بتصدير السلاح والفتن التي يصطنعونها ويثيرونها ويغذونها بمثل هذه الأسلحة وبغيرها، لأن هذا الصراع في هذه البلاد وهذه المآسي في هذه البلاد هي تكون هكذا، ينظرون أنها تصب في صالح مصالحهم الاقتصادية، فمصلحتهم الاقتصادية مقدمة على الدم الإنساني والحالة الإنسانية. دكتور عبد الحميد، ما المطلوب على المستوى الإسلامي والعربي تجاه ما يجري من مآس في مدن الشمال السوري وحتى الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا؟ نعم، نحن إذ لا نستطيع أن نوقف مثل هذه الكوارث، لأنها أمور طبيعية وابتلاء رباني له حكمة في ذلك، لكن لا بد لمن نجا من مثل هذه الكوارث أن يكون له يد في دعم إخوانه، ولو بالشيء البسيط. الأمر من نجا فليحمد الله على ما أنعم الله عليه في بلده أو في غيره، لكن لينظر إلى بقية إخوانه
ولا سيما في هذه المناطق المنكوبة على أنه أخ له، وليضع نفسه مكان ذلك الأخ الذي بات اليوم في الشارع مشردا. المطلوب كثير جدا اليوم، واجب الوقت كما يقال، هو مساعدة هؤلاء بالمال وبالتجهيزات العينية كما يقول وينادي الأهالي هنالك والجمعيات هنالك، وهنالك العديد من الجمعيات الموثوقة المعروفة بأنها تصل إلى الشمال السوري. أنادي أقول لا يرسل شيء إلى مناطق التي هي إلى ما هو أو الجمعيات أو تحت سيطرة النظام، لأنه لا يصل من هذه المساعدات إلى الشمال المنكوب المكلوم. فلنجتهد، وكل من موقعه، والوسائل كثيرة وعديدة، الجمعيات الدولية والمحلية العاملة في ذلك المكان في هذا الشمال كثيرة، ونستطيع الوصول إليها، ولا بد أن نقوم بذلك ولا نقصر، وكل من موقعه. دكتور عبد الحميد، هذه المساعدات التي قدمتها وستقدمها هيئة علماء المسلمين في العراق في الأيام القليلة المقبلة، إلى أي مدى تشير إلى وقوف الهيئة والشعب العراقي مع الشعب التركي والشعب السوري في المناطق المحررة رغم الأزمات التي تهدد العراق؟ هو واجب وليس منا، واجب علينا، والواجب على المسلم لا ينحصر في دولة أو في حدود جغرافية. ونحن والعديد من المؤسسات العلمائية منذ سنوات طويلة قد التقينا وتعاهدنا ونفذنا العديد من المشاريع في إطار منهج أننا لا ننشغل بمشاغلنا أو مشاكلنا الجزئية وجراحنا المحلية عن الجرح العام، فكلنا أمة جسد واحد، حيثما كان الجرح وجب أن يتداعى لعلاجه جميع المسلمين في كل البلدان. ولذلك نقول أن هذه المساعدة، أؤكد، التي قدمناها وسنقدمها هي ليس منا، بل هي أقل الواجب، وأذكر ليس من باب التفاخر والرياء، وإنما من باب فقط التوثيق والحث أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الهيئة والعديد من المؤسسات العلمائية الأخرى بمثل هذه المشاريع لمساعدة إخوانهم المسلمين في بقية البلدان. وقبل سنوات نظمنا حملة إغاثة أيضا مؤسسات علمائية من عدة دول، وكانت واسعة ولها أثر كبير في إغاثة أهلنا في الغوطة في قبل مدة من يعني عدد من السنوات، كانت هذه أيضا جزء من حملاتنا العديدة. نسأل الله تعالى أن تصل إن شاء الله تعالى وتسد على الأقل شيئا من الجراح ومن الحاجة الموجودة هناك، وأن يتقبلها الله. على مستوى السياسي وعلى مستوى العلاقات بين الدول، هل يعتبر ما يجري الآن خاصة في تركيا فرصة لإنهاء محاولات بعض الدول لإثارة التفرقة بين العالم الإسلامي والعربي وبين الدولة التركية دكتور عبد الحميد؟ أحسنتم. يعني هذه المأساة بغض النظر عن ما تحمله من آلام ودماء وأرواح زوهقت، لكن في بعدها السياسي يجب أن يتنبه الجميع على أن أعداؤنا ينظرون إلينا نظرة واحدة بغض النظر عن الحدود السياسية أو اللغة أو الجنس ونحوه. فنحن كما قلت قبل قليل أمة الجسد الواحد، وعلينا أن ننظر إلى عدونا على أنه عدو يستهدفنا جميعا. ولذلك يجب أن لا ننشغل أو ننظر إلى بعض أعدائنا أو بعض أعداء بعضنا البعض بأنه نقول هذا صديقي وليس لي علاقة بغيره. نحن لا بد من التكاتف، وضع يدنا بيد واحد بيد، ونتصرف من منظور واحد وبهدف واحد، هو أولا دفاعنا عن أنفسنا وعن ديننا وعن قيمنا ومقدساتنا، وأن نطالب بحقوقنا مهما كانت وفي أي مكان كان، ولا بد أن يكون ذلك بتنسيق عالي المستوى. أنا أتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت إلى السياسيين الذين لهم صوت عملي في البلاد، في بلادهم جميعا. فأؤكد
على أننا نتكاتف، ليس السياسي بمعزل عن الشعب ولا الشعب بمعزل عن المؤسسات العلمائية ومنظمات المجتمع المدني، الكل يتكاتفون وكل يقوم بواجبه من موقعه وصولا إلى تحقيق الوحدة الإسلامية، حتى وإن لم تكن بكيان سياسي، لكن الوحدة الإسلامية تكون بتوحيد المواقف وتنسيقها تجاه عدونا، حينئذ سيكون لنا صوت قوي يردع العدو من تحقيق أهدافنا التي زادت وكثرت في السنين الماضية. عبر سكايب الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني، شكرا جزيلا لكم.